السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ مصطفى. أنا سألت قبل كده يا شيخ مصطفى، أنا سألت قبل كده أسئلة، أسأل تاني ولا إيه؟ والله لو أسئلة عقلة يا أخي كررت عليك، يعني اسأل لي أسئلة مختصرة ونافعة. حاضر، ربنا يوفقنا. الله يكرمك. اللهم استعان. بسم الله. طيب حضرتك دلوقتي، انا كنت يمكن سالت قبل كده السؤال ده بس يعني ما خدتش الاجابه اللي طمئنت قلبي، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر ما اطمأنت اليه النفس، والله اعلم. فالله يكرم حضرتك، انا دلوقتي انا شايل ظوافري الاثنين، فيعني لما بمشي بالشارع بيجي عليهم بقى اللي بيجي عليهم، يعني قالهم تراب يعني ولا ايه؟ ما تراب مثلا، اي حاجه اللي هي زي التراب يعني. ماشي حبيبي، ايه السؤال يعني؟ يعني علي حرج في الموضع بتاعهم في اثناء الوضوء؟ بتغسل يدك. نعم، اغسل يدك. بس اغسل ايه؟ اغسل يديك وانت تتوضئ للمرفقين. لا مش اليد، هم مش هم في الظفر، ظفر رجلي يعني. اغسل رجلك. حاضر، شكرا يا حبيبي.